أهلا بكم في قناة يوتيوباوي، معاكم أحمد الجلاد. موضوع الفيديو النهاردة عن طريقة إزاي أنا أقدر أعمل فلاشة واحدة فيها أكتر من نظام تشغيل، سواء ويندوز بإصداراته مع لينكس أو حتى أي برامج أخرى زي اسطوانات برامج الصيانة، اسطوانات برامج الطوارئ، برامج استعادة الملفات المحذوفة، برامج الفيروسات اللي بتشتغل عن طريق البوت. وده هيبقى عن طريق برنامج فينتوي، وهو برنامج لحرق أكتر من نظام تشغيل على نفس الفلاشة وبخطوات بسيطة جدا. وطريقة عمل البرنامج تختلف تماما عن البرامج الأخرى زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو. والبرنامج مجاني 100% وهي نسخة لا تحتاج للتنصيب على الكمبيوتر. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، فلنبدأ على بركة الله. ونبدأ مع بعض. أول خطوة إن احنا هنروح على الموقع الرسمي الخاص بفينتوي، وهتلاقوني سايب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت. خلينا ندخل على الموقع ده. الموقع الصفحة الرسمية، وزي ما احنا شايفين إن ده لحظة تسجيل الفيديو، ده آخر إصدار يوم 2012 اللي هو 1/63. ده هندخل على داونلود، ومنها نلاقي ان في اصدار خاص بالويندوز واصدار خاص باللينكس. هندخل على، بالنسبه لي انا هندخل على نظام الويندوز. ولحظه تسجيل الفيديو زي ما احنا شايفين ان الفيرجن او الاصدار 1/63 ده بقاله 32 دقيقه بس نازل. فخلينا ننزل تحت كده، هنلاقي مع بعض برضو الاصدار الويندوز اللي احنا هننزله. نضغط عليها، هنلاقي عمل داونلود على طول لو مساحته 14 ميجا. هننتظر الداونلود لما يخلص. نروح على الديسكتوب، هنلاقي الفيرجن بتاعنا نزل اهو. هضغط عليه رايت كليك ونفك الضغط عنه. بعد كده خلينا ندخل نفتح الفولدر ده، هنلاقي الاصدار نازل على طول وهو من غير تنصيب خالص. هضغط عليه دبل كليك او رايت كليك ونختار ران از ادمنستريتور. هيفتح معايا البرنامج زي ما احنا شايفين. وزي ما احنا شايفين واجهة البرنامج بسيطة جدا وسهلة. هنا مثلا بيقول لي اصدار الفينتوي او الاصدار بتاعك اللي هو 1/63 ده. فلو دخلنا اوبشن هنلاقي ان انا ممكن ان انا اختار نظام الام بي ار او الجي بي تي. فبالنسبة لي انا هنختار الام بي ار. زي ما احنا شايفين انا لسه ما اخترتش الفلاشة بتاعتي. هوصل الفلاشة زي ما شايفين فتحت معنا على طول كده، اللي هي مساحتها 64 جيجا. مجرد ما اعمل ريفريش كده هلاقي الفلاشة ظهرت على طول في البرنامج، مساحتها 64 جيجا. وانا اخترتها كبيرة كده علشان خاطر ان انا عايز احط فيها كذا حاجة هنشوفها مع بعض. هنا بيقول لي ان الفلاشة هتتفرمت، انت مستعد؟ اقول له ياس. هنا هعمل دبل تشيك، قول له يس ان انت موافق، ونستنى لحد ما يخلص الانستول بتاعه. بعد ما خلص كده لقينا فتح لك الفلاشة على طول، خلاص هو فرمتها وشايل اسم فينتوي. زي ما احنا شايفين بيقول لك تهانينا ان خلاص الفلاشة بتاعتك خلاص بقت جاهزة للعمل وعليها الاصدار اللي هو 1/63. ولو حبيت بعد كده تحدث برنامج الفينتوي على فلاشتك، فمجرد انت بتوصل الفلاشه وتفتح البرنامج فينتوي وتضغط ابديت، خلاص هو بيعمل لك ابديت او بينزل لك اخر ابديت موجود على الويب سايت. وزي ما احنا شايفين مع بعض ان واجهه البرنامج مفيش ابسط منها. خلاص انت كده تعتبر خلصت الشغل. كل اللي جاي بعد كده ان انا هاخد كوبي بيست الملفات عندي او الاسطوانات اللي عندي، اللي هي لازم تكون بصيغه ايزو، امتداد بتاعها ايزو زي ما احنا شايفين كده، سواء لينكس سواء نسخ ويندوز سواء اسطوانات الصيانه لازم تكون بصيغه ايزو.
فانا مثلا هاخد مثلا نسخ الويندوز دي، نسخ الويندوز اللي عندي انا هاخد مثلا ويندوز 7 وويندوز 10 وويندوز 11 زي ما احنا شايفين كلهم بصيغة ايزو. وفي حاجة لازم اقول لكم عليها، لازم تاخدوا بالكم منها. شايفين الفايل ده او نسخة الويندوز دي الاسم بتاعها مكتوب فيه مسافات، يعني ويندوز 7 في مسافة موجودة، شايفين المسافة؟ فانا لازم اشيل المسافات دي كلها واحط اي علامة او اكتبها كلها مش مشبوكة في بعضيها، ويندوز 7 سيرفيس باك 1. انما لازم ما اسيبش مسافات، لان لو سبت المسافات مش هلاقيها ظهرت معايا في البوت خالص لما اجي ادخل على ان انا انصبها. هبدأ دلوقتي ان انا اختار النسخ اللي انا عايز احطها على الفلاشة، زي ما قلت لكم ويندوز 7 ويندوز 10 ويندوز 11 دول هاخدهم معايا كوبي بيست. اظن ما فيش ابسط من كده، كوبي بيست. مجرد ما باخد كوبي بروح على الفلاشة بتاعتي اللي هي حطيت عليها الفنتوي، اعمل بيست، خلاص الموضوع خلص على كده. الكوبي بتاعنا خلص دلوقتي، وطبعا انا جريته علشان وقت الفيديو ما يطولش اكتر من كده. فزي ما احنا شايفين ان الملفات بتاعتي نزلت ومساحتها 15.5 جيجا، 15.5 جيجا، وانا الفلاشة بتاعتي 64 جيجا. طب انا استغل بقية المساحة دي ازاي؟ هقول لكم دلوقتي مع بعض. زي ما احنا شايفين ان انا لسه عندي 42 جيجا فاضيين، تمام. ففي من ضمن الحاجات برضو المهمة اسطوانة درايفر باك. درايفر باك دي هي اسطوانة مش بتشتغل من البوت. وانا ليه قصد ان انا اجيبها؟ عشان حاجتين. اولا ان انا بحتاجها جدا، فلازم تبقى موجودة معايا مع نسخ الويندوز دي. ثانيا علشان خاطر اوريكم ان انت مش مجرد ان انت خلاص هي الفلاشة عليها بوت فانت ما تقدرش تحط عليها ملفات تانية، لا انت تقدر تحط عليها اي ملفات سواء بوت او مش بوت. وده شكل الاسطوانة بتاعت الدرايفر باك. خلينا نشوف كده انها فيها درايفرز اللي هي التعريفات، فيها سوفت وير زي مثلا حاجات اللي تفيدك اول ما تسطب الويندوز زي الوين رير، كوديك، بعض البرامج اللي هي ايه تقدر تساعدك في بداية تشغيل الويندوز. يعني فالاسطوانة دي لا غنى عنها، فانا لازم هاخدها كوبي واحطها معايا على الفلاشة دي بيست. خلينا برضو ان انا اوريكم ازاي تحصلوا على اسطوانة الدرايفر باك دي، وهي موجودة بشكل مجاني على الموقع الرسمي بتاعها قبل ما الداونلود يخلص قدامه 50 دقيقة، 26 جيجا ولا 27 جيجا يعني، تمام. فخلينا نروح مع بعض للموقع الرسمي الخاص بالدرايفر باك، وهتلاقوني سابه لكم طبعا في الديسكريبشن تحت. خلينا ندخل هنا كده. طبعا اول ما بندخل على الصفحة بتاعت الدرايفر باك هنلاقي 3 اصدارات منه. فطبعا في الاصدار اللي هو اونلاين، والاصدار اللي انا الدرايف اللي هو 27 جيجا ده هو الاصدار اللي هو الفل كامل، تمام. فانا هلاقي مثلا مساحته 27 جيجا، وانا جاي اعمل داونلود فهاجي هختار تورنت. لحاجة مهمة جدا، التورنت يعني بيحميني ان انا مثلا لو الانترنت فصل، لو الباقة بتاعت الانترنت خلصت، فلازم انزل الفايل ده تورنت ان انا اقدر مثلا اكمله مثلا على ايام، ان 27 جيجا برضو مساحة مش قليلة. والداونلود بتاعنا دلوقتي خلاص اهو خلص، وبقت الاسطوانة بتاعتنا او اسف الفلاشة بتاعتنا بقى عليها 3 نسخ ويندوز باصدارات مختلفة، تقدر تحط عليها لينكس برضو، تمام. ومعايا نسخة الدرايفر باك، وهلاقي لسه برضو عندي مساحة فاضلة. يعني بعد ما عملت ده كله 27 جيجا و15.5 جيجا، وانا حاطط فلاش 64، لسه عندي 14 جيجا فاضلين.
طيب انا برضه هستغل المساحه دي ان انا احط اسطوانه الصيانه، وهي اسطوانه مهمه جدا، وهي اسطوانه الهيرن بوت. والهيرن بوت دي اسطوانه فعلا مهمه جدا لكل مهندسين الصيانه في علاج كتير من المشاكل. طبعا احنا لو جينا قعدنا نتكلم عنها عن الاسطوانه دي فممكن، لا احنا عايزين فيديو تاني طويل اطول من كده شويه، تمام. فالهيرن بوت الاصدار اللي عندي اللي هو 15.2، برضو هناخدها كوبي وبيست، وهي برضو بصيغة ايزو، تمام. الاصدار ده مش الجديد، تمام، بس هو المتوفر عندي دلوقتي. بس يعني خلينا كده نروح على الويب سايت او الصفحة الرسمية الخاصة بالهيرن بوت، هتلاقوها برضو موجودة في الديسكريبشن تحت. زي ما احنا شايفين كده ان الاصدار الجديد جاي بواجهة ويندوز 10. خلينا نطلع نضغط على داونلود ونشوف محتويات السي دي بتاعتنا او الهيرن بوت. طبعا زي ما احنا شايفين انها بصيغة ملف ايزو، فهنلاقي بقى محتوياتها كتيرة جدا، من برامج بقى خاصة بالهارد، برامج سيكيورتي، انتي فيروس، برامج فعلا هتفيد كتير جدا في مشاكل كتير ممكن تقابلها يعني، فهتبقى هي المنقذ الوحيد ليك ساعات يعني. فاحنا شايفين ان مساحه الاسطوانه 3 جيجا. هنضغط على اللينك اللي هو الايزو اللي هو الفايل نيم ده، وهنزلها معاكم، خليها تنزل بقى براحتها ونكمل احنا شرحنا. زي ما احنا شايفين الكوبي بتاعنا خلاص خلص، وبقت الفلاشة بتاعتنا بتحتوي على 3 نسخ ويندوز وإصدارات مختلفة، الهيرن بوت، الدرايفر باك، هحط عليها برضو أوفيس تبقى موجودة معايا. أي حاجة بقى أنت خلاص لسه معاك مساحة تقدر تستفاد بالمساحة دي، إن أنت تحط فيها كل الحاجات اللي تقدر تفيدك. ودلوقتي نروح نجرب مع بعض الفلاشة اللي احنا عملناها ونشوف المحتويات بتاعتها. طبعا بعد ما بعمل ريستارت وادخل عن طريق البوت على الفلاش ميموري بتاعتي او الفلاشه بتاعتي اللي هي 64 جيجا اللي هي احنا حاطين عليها الفنتوي، المحتويات بتاعتها نسخ الويندوز زي ما احنا شايفين، دي نسخه الهايرن بوت. وعلشان خاطر ان انا حاطط عليها نسخه اوفيس بامتداد ايزو فطبعا ظهرت معانا. خلينا ندخل على ويندوز 10 كده ونجرب ان احنا نسطبه، نعمل تيست. وطبعا برنامج الفنتوي وفر علينا كتير وسهل علينا كتير في موضوع ان انا مثلا الفلاشة عندي واحدة اقدر احط عليها اكتر من نسخة ويندوز، نسخة لينكس، وبمنتهى البساطة كل اللي اقدر ان انا كل اللي انا بعمله كوبي بيست، كوبي بيست بس، وعندي نسخ ويندوز زي ما انا عايز. زي ما احنا شايفين كده ويندوز 10 فتحت معانا، واقدر ان انا اعمل نيكست واعمل انستول بصوره طبيعيه جدا. طيب خلينا نقفل دي ونرجع تاني للاسطوانه بتاعتنا، الفلاشه بتاعتنا سوري، وتعالوا نجرب الهايرن بوت نشوف برضو ايه وضعها. وزي ما احنا شايفين مع بعض الهايرن فتحت بصورة طبيعية وبدأ في تحميل الملفات لبدء التشغيل، وهو بياخد وقت شوية في بداية الفتح بسبب انه بيفتح على واجهة ويندوز 10. وبكده وصلنا لآخر الفيديو، واتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.